السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوان بالله، أحباب بالله، موضوع حد الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة: من لم يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا. وإثبات ذلك كله من القرآن الكريم وأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحباب الله، كثير من الناس بيستهينوا بأحاديث الرسول وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيهجروها وبتطاولوا عليها من أي طائفة مهما كانت تكون، من الشيعة من السنة، لا يجوز. أحباب الله، كما عودتكم، الله يبدي النصيحة للجميع، وبحب لكم خير، ودائما بجيب لكم دلائل وبراهين، واللي عنده حجه تدحض حجتي باي موضوع انا بجيبه، انا مستعد اتراجع واقول سمعنا واطعنا، وغير واعلن اني اخطئت. عشان هيك احباب بالله، كما بدي اشرح لكم، يعني بجيب لكم دائما انا بحط المهدي المنتظر مشان اجذب الانظار فقط لا غير، ما لي هدف اخر. بنيجي احباب بالله على الدليل من القران الكريم، سورة الأحزاب 36، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني أي شيء قضاه الله، ما أن الخير ونقول سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وعصينا زي بني إسرائيل، لا، لازم نقول سمعنا وأطعنا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هاي الآية بتدلكم أحباب الله أنه أي أمر قضى فيه الله، وأي أمر قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على كل مؤمن يقول سمعنا وطعنا. وما إن الخيرة، ما بحقنا نختار نأخذ ولا لا، بدنا نقول سمعنا وطعنا في كل الأحوال. عشان هيك أحباب الله، نجي على وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، نجي على قضاء الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى سورة الإسراء 23، وقضاء الله يعني وضحنا إياها اللي هي الحكمة. قال تعالى بسورة الإسراء 23: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هاي من أنواع ما قضى الله. الآية الأولى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. هسه عم نيجي على قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. الأحاديث، في أحاديث إخواننا الشيعة بيعترفوش فيها، وفي أحاديث كمان من المسلمين اللي بيضحكوا عليها ويستهزئوا فيها. أي شيء بيجي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يطابق القرآن الكريم، لا تستهزئ فيه. ممكن يكون في علم إحنا مش واصلين لحد الآن، لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، كلامه ما بقول شيء على الله، وبلغ الرسالة والأمانة كاملة. أي واحد بتطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أقواله، حتى لو شافها مخالفة اتركها، لا تعمل بها، بس لا تنكرها. ما طابق القرآن احنا بناخده وبنعمل فيه ونقول سمعنا وطعنا. واللي خالف القرآن، لأن عقولنا احنا مش ما عم ينزل علينا وحي، نحن نخطأ ونصيب. المعصوم الوحيد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. ما بيجي واحد بيقول لك لا أنا بفهم أكثر منه. أحباب بالله، حاشا لله، فلازم نقول سمعنا وطعنا لكل أمر أمره. وإذا كان الأمر لا يخالف القرآن الكريم أو مستنبط من القرآن الكريم في علم النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول سمعنا وطعنا. أضربكم أمثال. يقول لك: حدثنا محمد بن عمر بن هياج، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد
عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجلا أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإخوان متصارمان. طب أحباب بالله، هذا قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام من أحكام الكتاب الله القرآن الكريم. يعني أنتم يعني تتفلسفوا وتطاولوا على الأنبياء وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، من وين جبتوا؟ كيف بتفهموا الشغلات هاي إذا قرأت القرآن الكريم؟ وين تفصيلهم بالضبط إلك أنت يعني يا متفلسف أو الترطار أو المستهزئ؟ كيف نعرف إنه إيش ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخب، وأخوان متصالمان. ماشي أحباب بالله. حديث آخر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أو كثير من الناس يقول لك أبو هريرة بصيروا يستهزئوا، وهو سيدهم وسيدنا، أي صحابي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام من أسيادنا. عشان يا أخي ما بصير ولا يجوز الاستهزاء بهذول الرجال اللي لولاهم ما وصلنا الدين الإسلامي وعرفنا كيف نصلي وكيف نعبد ربنا وشو الحلال وشو الحرام وشو حدود الله. يعني هسه أنا شو عرفني إنه إيش رد السلام موجودة في القرآن الكريم واضحة. عيادة المريض كيف بدي أعرف إنه إيش هذا يعني إيش حق على يعني إذا واحد مرض حق على المسلم إنه لازم يزوره. واتباع الجنائز شو عرفني أنا؟ وإجابة الدعوة شو عرفني؟ وتشميت العاطس وينها؟ هي موجودة بالقرآن، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلامه مش جايبه من عنده، وحي يوحى، يعني كلام القرآن الكريم هو الوحي، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي فهم الوحي وفهموا الوحي. سيدنا جبريل عليه السلام كان يفهمه ويحكي له. في سؤال يجوا الناس يسألوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سؤال ما يكون عنده الجواب يصبر حتى ينزل عليه الوحي. مش شرط انه كل ما ينزل عليه الوحي ينزل القرآن الكريم. يعني مثلا لما اجى الوحي سيدنا جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسأله وكان على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان. اجى الوحي بصورة بني آدم. بعد ما خرج حكى هذا جبريل جاي يعلمكم الدين. أحباب الله لا تطولوا على ايش؟ على سيرة النبي وكلكم لازم تقولوا سمعنا وأطعنا وما لكم الخيرة أبدا. هسا أحباب بالله بطلع كمان على تطاولهم على سيدتنا عائشة، هذول الجهال اللي ما بخافوا رب العالمين، أو على أي إنسان حتى لو كانت أي امرأة محصنة مؤمنة غافلة، يا ويلهم من رب العالمين اللي بيجيبوا سيرتها وبيجيبوا شرفها وبخوضوا فيها. لأنه قرآن كريم في سورة النور، اقرأ سورة النور والله بقشعر بدن الواحد لما يسمع سورة النور وآيات الله المحكمات، إنه كيف اللي بيحبوا تشيع الفاحشة فلان كذا وفلان كذا، هو لا شاف ولا، بس حكي لسان معلش إنه هذا رايح يروح نار الجنة وقاعد مخلد. فما بالكم بالطول على أمنا سيدتنا عائشة رضي الله عنها عليها الصلاة والسلام، وهي من إيش أمهاتنا ومن أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على مولانا وسيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا هالحديث التاريخي المثبت، مش واحد بيقدر ينكره، اللي بنكره بيقول هذا إنسان جاحد ما عنده دليل ولا برهان، بس من الجاهلين اللي بيحب يجادل في الباطل. وهذا كلام واضح وشهد شهود، ومن أول الشهود الكبار أكبر الشهود الموجودين فيه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام. بقول لك مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر صفر سنة 11 هجرية 632 ميلادي،
وكانت مدة مرضه في بيت زوجته ميمونة، ولما اشتد مرضه استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فخرج يهادي بين العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ابن عمه وأخوه وزوج بنته. شوف الوين، اثنين كان يهادي بينهما، حتى دخل بيت عائشة وأمر أن يغرق عليه الماء فصبوه عليه لما كان يشعر به من الحمى، وقال: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، يعني من السم، وهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. ولما تعذر عليه الخروج للصلاة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعاودته مثل مقالتها وقال: إن كنا صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى بهم 17 صلاة، مش صلاة واحدة، 17 صلاة، أولها عشاء ليلة الجمعة وآخرها صبح يوم الاثنين. أحباب بالله، هذا حدث تاريخي مسجل مثبت من جميع الصحابة رضي الله عنهم، وفاته ومرضه، وين قعد في مرضه، يعني لما يكون يعني حبيبنا وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ويستأذن أزواجه. شوف شوف، هو بقدر بدون ما يستأذن بس استأذنهم، فأذن له أن يكون وين في بيت عائشة. يعني الوفاة حصلت في بيت عائشة، هذا تشريف ودليل، دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عائشة. اثنين، مش أمر مرة واحدة، 3 مرات: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقديش صلى؟ صلى 17 صلاة، وكل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلوا خلفه. إذن هاي دليل على كرامة سيدنا ومقدار قيمة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعن بن ابنته عائشة رضي الله عنها حبيبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان بالطاول، هذا إنسان جاحد ضال فاسق، وأقسم بالله العظيم أبغى لكم إياها، لو واحد بسب عائشة رضي الله عنها مولاتنا وأمنا قدامي، إلا خليه يندم على اليوم اللي إيش ولد فيه، لأنه هاي أمي وأم كل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مخلص مؤمن متقي الله سبحانه وتعالى. فكل واحد بيجيب سيرتها فاسق، والفاسق تعرفوا كيف تعالجوه. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.